كنا بنعرف ليوناردو دافنشي كأحد أهم الرسامين بتاريخ الفن، ولكن قليل اللي بيعرفوا أنه هو كمان كان مبدع مخترع. اختراعاته بتضم عدد كبير من المكنات والأجهزة اللي سبقت أوانا إذا بدكم وبقيت لليوم بعد ما تنفذت مؤخرا. نحن اليوم بلبنان عنا فرصة استثنائية حتى نشوف مجموعة من أبرز أعماله بمعرض متنقل عم بيبرم العالم كله بعنوان دافنشي ماشينز اكسبيشن. رح نتعرف أكثر على هالحدث مع ضيوفنا. برحب بمنظمي الإيفنتس بالبلاتيا دينا خير الله وكورين ستيفان، أهلا وسهلا فيكم. مين ما بيعرف ليوناردو دافنشي الرسام، ولكن ليه اللي بيعرفه انه هو كمان كان نحات، كان كاتب، كان عالم، كان موسيقي، كان مهندس، وكان مبدع بكل هالمجالات، واكيد مخترع مبدع. اختراعاته يمكن عددها كثير كبير، وكثار منهم يمكن سبقوا اوانهم وبقيوا ما تنفذوا لوقت يعني بعد وفاته. ليش هالناحيه اكيد بقيت غامضه من حياته وعم نكتشفها مؤخرا، انتم ليش قررتوا تجيبوا هالمعرض على لبنان وتحديدا على البلاتيا؟ نحن كايفنت اورجنايزر ببلاتيا حبينا نعمل معرض ثقافي ببلاتيا، دونك وهذا المعرض نحن شفناه بايطاليا وحبينا نجيبه على لبنان لانه مثل ما قلتي هو ترافلينج اكزيبيشن، دونك بيبرم العالم. سو نحن فكرنا نجيبه على لبنان لحتى الكل يقدروا يكون عندهم الفرصه انه يشوفوا هذا معرض كثير انتريسون، يعني فيه كل ماشينات، اكثر من 60 ماشين لليوناردو دافنشي. تفاجئتوا لما شفتوا مضمون هالمعرض؟ نحن هونيك تفاجئنا شوي، يعني لانه بتشوفي اختراعاته يلي مثل ما قلتي سابقه عصره، مثل الهليكوبتر، يعني الهليكوبتر يلي كل بازي، في كثير اشياء بازي على اختراعات دافنشي. مثل الهليكوبتر، مثل البارابونت، مثل البوي، مثل كثير اشياء. بكره رح كلهم يشوفوها بالمعرض. نعم، لما بنقول اختراعات شو يعني؟ اعطينا فكره عن الاشياء اللي ممكن نشوفها بهالمعرض. اكيد مضمون هالمعرض هو بيتقسم على خمسه تام، يعني عندنا اربع مواضيع من ضمن ماشيناته. سي دي ريبرودكسيون دو ماشين، يعني يلي هي عن لي برانسيب دو فول، لي برانسيب دو ميكانيك، لي برانسيب هيدروليك، والار اي ريبرودكسيون. وان بليس اون ا اوسي دي ماشين دو غير. لما بنقول ريبرودكشن شو يعني؟ يعني تم اعاده تنفيذ هالمكنات وفقا للاصل. صحيح، نحن هذا المعرض هو لشركه اسمها نيكولاي تكنو ارت. هيدي الشركه هي بتتعامل مع الموزي دو ليوناردو دافنشي بفلورنس، يعني عندها اكسي على كل، صحيح، يعني عندها اكسي على كل الارشيف وكل الكوديز تبع ليوناردو. اوكي، وهو بيو لصاحب هيدي الشركه هو اللي عمر الماشينات اول ما عمرون بالموزي دو فلورنس. اوكي، وابنه اخذ هيدي الفكره وطورها، وهن عندهم اكسي مثل ما قلت لك على كل الكوديز تبع ليوناردو. سو يعني هن اللي نظموا المعرض ده بالاساس وهن اللي عم يتنقلوا فيه حول العالم. مزبوط. صحيح. مزبوط. صحيح. وهدول الماشينات تعمروا سولون لي نورم اوريجينال دي ماشين كي اكزيست دون لو موزي دو ليوناردو ان فلورنس. كيف تم التنسيق مع شركه نيكولاي تكنو ارت؟ كيف انعطوني يرجعوا لبنان؟ نحن مثل ما قلت شفناه بايطاليا للمعرض وعملنا كونتاكت معهم، وهي بما انها معرض متنقل يعني اول مره بيجي على لبنان. اول مره بيجي على لبنان، اكيد اول مره بيجي على لبنان، ولازم الكل يستفيدوا ويجوا يحضروا هذا المعرض، لانه فعلا جربنا نعمل سيت اب ونعمل ديسبلاي للماشين ولكل شيء. بتحسي حالك يعني فايته على ميزي. نعم، بالديسبلاي بلشنا نشوف هون صور للاجهزه والمكنات. هذه صور من البلاتيا؟ صحيح، هيدول صور من البلاتيا. شو عم نشوف؟ هيدول ماشين دو غير، هيدا مثل اول ما بلشوا المدفع يعني، وهيدي حربيه، هيدي كمان البرنسيب تبع الهليكوبتر. صح، الاكس كي بيفوت. هيدول تصوروا انه الهليكوبتر اختراع رجع لدافنشي. حتى ليك البارابونت هون عم بتشوفي، يعني هو اللي تي لا باز تقريبا تبع كل الاختراعات. هيدا روبو، حتى روبو هو مخترع روبو. يمكن بوقته فكروا مجنون. صحيح، وبقيت هالاعمال على ورق، يعني صحيح. اليوم عم بيشوفوا كيف تطورت ووصلنا لهون، حتى كيف هو مفكر دبوي. يعني هيدول السكي،
على كل إن ليوناردو دافنشي يعتبر اليوم الشخص اللي عنده أكبر عدد من المواهب بتاريخ العالم. مزبوط. صحيح. هو ساينتفيك، هو بيولوجيست. حتى كان يشرح الموتى لحتى يعرف كيف المسلز معمولين، كيف القلب بيشتغل. يعني كان عنده اهتمامات كثيرة. تساؤلات كثيرة إذا بدي. كم عدد المكنات اللي راح نشوفها بهالمعرض؟ أكثر من 60 تقريبا ماشين. 60 مكنة. إيه، والمكنة إنه الحلو فيهم تم نقلها مثل ما هي من إيطاليا لهون. صحيح. مزبوط. صحيح. مزبوط. وهول المكنات أي سون انتراكتيف، يعني كل مين إجا بيقدر يشغلهم، بيقدر يستعملهم ليفهم مزبوط السيستم كيف بيشتغل. يعني حتى تلاميذنا عم بيجوا عم بيشوفوا عم بيشغلوا هالماشينات ليفهموا أكثر الفونكسيونمون، ما يكونوا بس عم يحفظوا. والكل كمان يعني مش بس بيلقوا نظرة، رح يقدروا يتفاعلوا مع يقدروا يلمسوها. أكيد أكيد. وحتى بيقدروا يحركوها ليشوفوا للمشاهدين، لأنه عادة لما بندخل على الميوزيوم أول شيء بيقولوا لكم إياه واضح بالساينز اللي بيحطوها، ممنوع اللمس بتاتا. هولي ريبرودكشنز، يعني منن الأوريجينال ولكن نسخة طبق الأصل ريكونستريت سولون ليز أوريجينال بنفس النورم اللي طلب بقيمة ليوناردو دافنشي من خلال صاحب الشركة اللي والده نفذ هالأعمال لأول مرة. صحيح. مزبوط. وهي فكرته كانت لأنه والده كانوا يفوتوا على الميوزي يقولوا الكل ممنوع تدقوا ممنوع تدقوا، من هون اجت فكرته هي بأنه يعمل أنه يعمل شيء يقدروا الكل يدقوا. نعم. وعملت إذا بدك في كتير قوي على الأفوغل يلي ما بيقدروا يشوفوا. نعم. لأنه كان عندهم opportunity أنه يدسوا ويشوفوا يلمسوا ويشوفوا كيف البرانسيب يلي اشتغل عليهم ليوناردو بيشتغلوا. نعم. مثل البولي، مثل الانجرناج. في أشياء راح نشوفها لأول مرة بهالمعرض منهم شمعة. صحيح. شمعة بتعطي الوقت. صحيح. كيف صحيح. هالشي يعني مثل ما قلت صورة لا إلا ما بعرف إذا مرقتوا صورة في صورة لا ما بعرف. شرحي لنا شوي شو يعني الشمعة بتعطي الوقت. مثل ما قلت لك، مثل لأنه هن عندهم أكسي على كل الأرشيف تبع ليوناردو والكوديس، بعدهم لهلا عم يشتغلوا لأنه مخترع كثير أشياء ليوناردو لهلا ما نفذوهم كلهم. يعني هلا منهم اخترعهم قبل، منهم هلا عم يعملوا مثل ديشيفراج إذا بدك للكود تبعه. وهلا رسمه اخترع من وراء الدروينجز، يعني اكتشفوا إنه هو كان عامل شمعة على دوابين الشمعة بينقاس الوقت. يعني في مثل جراديويشن، يعني بنعرف الوقت النهار من خلال الشمعة قد ايه دايب من الشمعة. صحيح. وهيدي الماشين أول مرة عم تنعرض، لأنه هلا عملوا لها ديكوداج وانعرضت هلا ببلاتيا. بالإضافة للمكانات كمان في لوحات رح نشوفهم. مزبوط. مزبوط. في لوحات يلي هن إذا بدك دي صور ريبرودكسيون عن الأوريجينال لي تابلو أوريجينال دو دافينشي. صور يعني صور فوتو، منن رسمات. إيه. هلا بأوروبا ممنوع ينعمل ريبرودكسيون بنفس الحجم. بنفس الحجم تبع التابلو الأصلي. أوكي. هيدول هن كان عندهم صلاحية إنه يصوروا بتقنية كتير عالية لي تابلو أوريجينال. أوكي. وبنفس حجم. وينعرضوا بنفس الحجم يلي ليوناردو رسمون، اكسبت واحد يلي هو اللاست سابر. كيف صح التصوير؟ لانه بنعرف كمان ممنوع باتا تصوير اوريجينال ورك اوف ارتس لانه بياثروا على اللوحه. صحيح. عم اقول لك ليه، لانه هن يعني عندهم تعاون مع الميزي دو دافينشي. مسرح البلاتيا صار كثير واسع، يعني بتقدر تستوعب بكل راحه هالعدد من المكانات. صحيح. نحن اخذين حتى قسم منها، مش اخذينها كلها لانه هي بلاتيا كثير كبيره. يعني هو البوليفالون، يعني بنقدر نستفيد منه كروف توب كاندور اوت دور. نحن اخذين قسم للمعرض. والحلو بهالمعرض انه مخصص لكل الاعمار، يعني كبار وصغار رح يلاقوا شيء يستفيدوا منه. اكيد اكيد. هو المعرض جدا متنوع، يعني لانه مثل ما شفنا انه في الناحيه الفنيه، في الناحيه العلميه، دونك ما فينا الا ما نقول انه كل العالم مدعوه على هالمعرض دون استثناء. يعني صغار وكبار واي شخص عم بيزور هالمعرض شو ما كان اختصاصه رح يلاقي كثير امور بتهمه. في اشياء ما رح نفهمها، يعني وخاصه المكنات، هل في تفسير؟ لا رح يكون في تكست حد كل ماشين، رح يكون في تكست بفسر عن الماشين، وحد كل تابلو رح يكون في كمان تكست بيحكي عن التابلو. وفي دي في دي كمان بفرجي لي ماشين اون اكسيون، يعني اون تروا ديمونسيون بيقدروا يحصلوا عليه او بيشوفوا معروض. نحن عارضينهم، يعني كل تيم في له الاكران تبعه وبيعرض الماشين اون تروا ديمونسيون.
هالمعرض هو حدث فني ثقافي بامتياز، عم بتنسقوا مع المدارس حتى يقدروا يستفيدوا منه اكبر عدد من التلاميذ. مزبوط. صحيح. دجا بلشنا نستقبل مدارس، الفيدباك كثير حلو، التلاميذ كثير عم بيكونوا مبسوطين. عملنا دورات مخصصه للمدارس خلال فتره قبل الظهر، عم نقسمهم على 5 جروبات لانه عندنا 5 مواضيع، وعم بيكون في جيد يلي هو هن سيديز يونيفرسيتير بيرافقوا التلاميذ. يعني اكيد طلاب جامعه عاملين فورماسيون من قبل مسيو نيكولاي، بفسر لهم وبشغل الماشين معهم ليفهموا، بعدين بيحضروا فيلم يلي هو كنايه عن حياه ليوناردو، وعلى سورتي عندنا الجيفت شوب هيك سوفينير، وعندنا كافيه. الافتتاح كان ب 6 نوفمبر، شو رديت الفعل لحد هلا؟ صحيح، ما بعرف اذا فينا نشوف الصور هلا. مرقوا كل الصور؟ كمان مرقوا على اوكي. كان كثير حلو الافتتاح، امبرسيونال فينا نقول، لانه هذا المعرض نحن اشتغلناه برعايه وزاره الثقافه، واشتغلناه بالتعاون مع الانستيتيو كولتورال ايطاليان وانستيتيو فرنسي. لاي متى مستمر هالمعرد؟ هذا المعرد من 7 نوفمبر او 7 ديسمبر de 9h à 7h، وبنفتح الويك اند وبنفتح لجور فيريه كمان. بتامل يستفيدوا من هالفرصه الاستثنائيه، شكرا لوجودكم معنا. ميرسي. وقفه قصيره مشاهدينا وبنرجع.